رنيم نمرة 15 رقم 15 إنما نور كانت رقم 5. والكرة مع ثريا، داخلة ثريا بتعدي من الأول والتاني والتالت وتسجل نقطتين، وفي إصابة ثريا. ثريا بنقول لها سلامات، كعبلت. صراخ وبكاء وألم، ده المشهد الأخير لكل لاعب بيخرج مصاب من الملعب، وحالة صعبة بتيجي بعد ثواني قليلة من التألق. لحظات مش بيفكر فيها هرجع امتى وازاي، لكن بيفكر يا ترى هرجع امشي عادي، يا ترى ألمي امتى هيخلص. حاولنا نعيش التجربة ونعايش لاعب مصاب من لحظة إصابته لحد ما رجع تاني للحياة، أو رجع تاني للملعب. الماتش ده عادي، سلمنا على بعض قبلها ومفيش مشاكل، وصوريا لعبت الماتش ده كان تلعب حلو قوي ما شاء الله، وانا نزلت وبدأت وجت بقى الكرة دي، يعني هي يدوبك عدت مني وفجأة لقيتها في الأرض وعمالة تصوت. كان عندنا ماتش فاينل المنطقة مع الجزيرة، كان في الاستاد، وفي الشوط الثالث كنا شغالين ماتش عادي. الشوط الثالث كنت داخله على الباسكت، انا ما شفتش ايه اللي حصل، شفت طبعا بعد ما الوقعه حصلت شفتها على الفيديو، بس كل اللي حسيت بيه ان ركبتي بتلف وانا في الهواء بعد ما جبت الباسكت. انا كنت في الجامعه والماتش كان متذاع، فانا بتفرج على الماتش شفتها وقعت، فكلمت عليا كانت الاسيستنت كوتش في الاهلي، فبعت العالية فهي قالت لي انه احتمال يبقى صليبي. نزلت لقيت ركبتي لفت اكتر من مره، قعدت كان ساعتها عماله بصوت وبصرخ واللي هو في حاجه غلط في ركبتي. فبعدها جت الدكتوره نزلت لي على طول، فضلت مثلا بتاع تلت ساعه قاعده على الارض مش عارفه اتحرك خالص. حسيت في لحظتها ان انا في ركبتي حاجه غلط، وعرفت على طول، يعني انا ما كنتش عارفه رباط صليبي بس عرفته في الوقعه. ما كنتش مستحمله الوجع، يعني انا ما كنتش مصدومه قد ما انا كنت موجوعه، يعني كان الموضوع فعلا مؤلم، والموضوع كان مش خضة، انا اصلا ما كنتش عارفه رباط صليبي ده ايه، بس هي فعلا الوقعه هي فعلا اللي كانت مؤلمه اكتر. انا الاول فضلت واقفه مش فاهمه ايه اللي بيحصل ومش مصدقه، صويت مش طبيعي، انا عارفه ان صرايا طالما بتصوت كده يبقى في حاجه. طبعا الناس اتلمت، انا نزلت قعدت على الارض جنب دماغها وفضلت قاعده ساكته مش عارفه اعمل ايه ومش عارفه اقول ايه. طبعا كل الناس قاعده تحاول تساعدها وكده، بس عماله تصوت مش عارفه حد يلمسها، فانا نزلت قعدت جنبها وفضلت قاعده مش عارفه اعمل ايه الصراحه. بتفتقد لاعبيك وقت الإصابة؟ طب يا ترى حسيت بشعور أهلهم أو اللي تسبب في إصابتهم؟ لا، أنا بروح كل ماتشاتها ما عدا الماتشات النهائي دي، أنا ما رحتهاش. الثلاث ماتشات دول أنا ما رحتهمش، يعني كنت في التلفزيون بتفرج عليها. يعني لقيت حد واقع، أنا يعني سمعت صوت صريخ بتاعها، أنا ما شفتش مين اللي واقع، بس أنا صوتها عرفت أنها ثريا. ففي ثواني كنت لبست وجريت على الاستاد على طول. انا كنت سايقه، يعني كنت طايره مش سايقه، يعني وصلت لها ولقيتها في الارض وكان منظر وحش قوي. يعني وانا في المستشفى اول مره اشوف الفيديو كانت وانا في المستشفى اليوم اللي عملت فيه رنين، ورجولي هناك، بس كنت انا ماشيه على اساس ان هو هعمل رنين بعدها باسبوعين وممكن ما يطلعش رباط صليبي، فشفت الفيديو عادي وقلت اه دي وقعه جامده. بعد بقى ما عرفت ان هو رباط صليبي بعدها بيوم قلت مش هشوفه، حتى لحد دلوقتي مش بشوفه، مسحته من عندي من على الموبايل، مش عايزه اشوفه. يعني طبعا قلقانه عليها، بس يعني هو الماتش مش طبعا، يعني انا بعش في الفرقه الثانيه فاحنا لازم نركز وما ينفعش، بس انا لا طبعا كانت دماغي كلها في ان انا عايزه اخرج لها، يعني اشوف في فريده وايد اللي وايت عليكي. اول كونتاكت بينك وبينها حصل اول كونتاكت ما بيني وما بينها حصل يمكن بعد الوقعه، هي فضلت مصدومه ومش مصدقه ان هي مش عايزه تلعب، وعماله تقول انا اللي عملت كده، انا اللي عملت كده، وانا اللي غلطانه، كانت مش مصدقه. ولحد لما رحنا المستشفى، حتى انا كنت في المستشفى في الاسعاف، هي كانت ورايا عملت حادثه وهي جايه، فهي ما كانتش مصدقه خالص ان ده بيحصل. ولما جت بقى ورايا المستشفى قعدت تقول لي انا، وقعدت تعيط كتير جدا، كانت يمكن بتعيط اكتر مني، بس قلت لها لا، هي متقدره لي ان حد، انا بره القصه خالص، ان حد يزق حد فانت تزقيني، فانا اللي جيلي رباط صليبي. وبعدها البنت تمشي بعد البطوله، فهي اكن مثلا زي مش فاكره مين الدكتور كان قايل لي ان هي جايه عشان تعمل كده وماشيه، يعني هي متقدره لي كلها على بعضها. زمالتك في الجزيره اللي هي زقت اتكلمت معاكم في اوضه اللبس مثلا اللي حصل اي حاجه؟ لا، اصل يعني هي اصلا ما كانتش واخده بالها ان هي كانت هي السبب في كل ده، هي ما كانتش مستوعبه الموضوع ده، يعني ما كانتش عارفه ان هي عشان الزقه دي او حاجه حصل كده. بس هي بعدها، يعني هي مشيت بعدها بشويه، ما كملتش معانا الفرقه، ما حصلش اي تواصل بيني وما بينها.
يمكن انا اللي كنت بسال هي ايه احساسها او كده بعد مثلا ما عرفت ان انا جالي رباط صليبي، بس كان كله بيقول لي لا يعني ما كانتش بتسال او ما كانتش عارفه مدى حجم الاصابه بتاعتي ايه. يعني اول ما الماتش خلص طبعا احنا اخذنا تاني، يعني المفروض يعني في شويه احتفال وكده. هي الفرقه كلها الصراحه كانت هم مش قادرين يحتفلوا، كان يعني الموضوع كان صعب. فخلصت ورحت لها، فهي كانت ساعتها مش قادره، قالت لي حتى انا مش قادره اتكلم مش عارفه ايه وكده، يعني سيبيني دلوقتي وبتاع. قلت لها كده جايه معاكي، يعني اي حته هتروحي انا كده جايه معاكي. فخلاص سيبناها لحد ما هديت خالص، وحتى الاسعاف جت ومش عارفه ايه وكده، وبعد كده بقى رحنا. كان عندي امل انها ما تطلعش رباط صليبي، خصوصا ان انا لما رحت المستشفى يومها كان عندي امل. الدكتور قال لي ان انا هعمل رنين تاني كمان اسبوعين، وممكن بعد اسبوعين يطلع ان هو اقصى حاجه يعني كانت تطلع ان انا يبقى عندي قطع جزئي في رباط صليبي، اكتر من كده لا. لما رحت تاني يوم الدكتور اما اكد لي ان انا عندي قطع في رباط صليبي، كانت بالنسبه لي طبعا صدمه، ما كنتش متخيله ان انا ممكن يجيلي رباط صليبي. كنت حتى بشوف اللعيبه اصحابي اللي حد فيهم بيجي لهم رباط صليبي بحس انها حاجه بجد جامده، ما كنتش متوقعه انها تجيلي، وما كنتش متوقعه حجم الوجع ولا مده الاصابه ان انا هقعد كل ده مش بلعب، وخصوصا ان الباسكت حاجه مهمه جدا بالنسبه لي. فبصراحه كنت على امل ان هو يطلع حاجه تانية غير قطع كلي في الصليبي. يعني بعت لهيثم خطيبها وقعدت اساله عليها وكده، لغايه لما قال لي انها راحت المستشفى عملت اشعه وبتاع. لما راحت البيت هو قال لي، فرحت كلمتها وقعدت اتكلم معاها وكده. وبعد كده راحت بعتت لي تاني يوم قالت لي ان هو طلع فورشور ان هو صليبي. طبعا كانت بتعيط في التليفون، واحنا مسيبينها امبارح بالليل مفيش حاجه خلاص. خلصت ورحت لها بقى بالليل، فقالت لي بقى ان هو الدكتور قال كذا، وقعدنا بقى بنقول طب يعني ازاي عرفنا كده، وبعد كده جه كده وراحت لدكتور تاني قال لها نفس الكلام. فساعتها كنا خلاص اتاكدنا. كل والله الناس اللي حواليا كانوا متاثرين، يعني مامتي، اهلي، فرقتي، خطيبي، كل الناس دول كانوا متاثرين جدا بالوقعه، وكلهم كانوا يعني مهتمين قوي، عايزين يعرفوا انا هعمل ايه، وعايزين بقى بيدوني على طول كلام بوزيتيف انت هتبقي كويسه. وياما لعيبه كتير مهمين عملوا العمليه دي ورجعوا احسن من الاول كمان. حتى كمان الجمهور، الناس اللي كنت بشوف الكومنتات بتاعتهم على الفيسبوك بعد بقى ما خلصت عمليه وكده، شفت الكومنتات، يمكن دي الحاجه اللي خلتني عايزه ارجع اثبت ان انا في ناس فعلا بعد الصليب بترجع احسن من الاول. كانت اول مره تتصاب، فالموضوع كان صعب، وكمان هي كانت شايفه ان منظر رجليها كان صعب قوي، فهي في الاول كانت بتعيط كتير عشان اهلها كانوا معاها وخطيبها كان موجود. فالموضوع ابتدى يبقى يسهلوا عليها الموضوع شويه، فهي ابتدت بقى ان هو تاخد خلاص الموضوع هزار، وشافت ان الجماهير كانوا معاها، فرقتها كانت برضو معاها وبيشجعوها. فالموضوع لا ابتدى ان هو يحس انها ان شاء الله ترجع على طول، وما ابتدوا يحسوا انها موجوده. اكيد انا لما بتفرج على الماتشات بحس انها متضايقه بصراحه، انه انا كان نفسي ان انا اكون معاهم، خصوصا حتى بعد ماتش سبورتنج اللي هو الاولاني اللي خسروه، وبعد كده كسبنا الماتش التاني. الماتش ده لما كلموني في اخر الماتش وقعدوا ينادوا عليا، حسيت لا الموضوع كان مؤثر قوي. وحتى انا قلت الحمد لله ان النتورك كانت في الوقت ده كانت وحشه، لان ما كنتش عايزه يشوفوني وانا بعيط، قعدت اعيط في الفيديو كول. بس قلت الحمد لله ان النتورك كانت وحشه، ما كنتش عايزه حد يشوفني متضايقه. وبعدها كمان بعد لما هنا جت عليا المدربه جابت لي الميداليه، اتاثرت برضو اكتر، وحسيت انه انا لا انا مفتقده الحاجات دي جدا، ومفتقده ان الروح اللي هي لما بنكون خسرانين ونرجع تاني نكسب، الحاجات دي فعلا احنا اللي بنعملها، وكان نفسي اكون انا جزء من المكسب. يعني حرمان من شغفك ووحده ولهفه للرجوع، ده بيبقى شعور المصاب. تشامبرلين لعب ليفربول قال: كنت ببقى بتمرن لوحدي على العجله وشايف زمايلي في التقسيمه وبيهرجوا، وانا براقب لوحدي بعد الايام والساعات عشان نفسي ابقى معاهم. وبيبتدي مشوار العلاج. اول مره مشيت على رجلي كانت بعد العمليه بالظبط ب 10 ايام. كنت بمشي بعكازين بعد كده، انا بزن دايما في التاهيل ان انا عايزه اسيب عكاز، عايزه امشي بعكاز واحد، عايزه امشي كده. يمكن دايما بيقعد يقولوا لي ما تستعجليش. حتى الدكتور بتاعي بيقعد يقول لي دايما ما تستعجليش، بيقعد يقول لي خليكي ماشيه زي ما التاهيل بيقولوا لك. بس انا دايما كنت طول الوقت عايزه امشي عادي. فانا مشيت كويس يمكن بعد العمليه باسبوعين 10 ايام. الرباط الصليبي الاسم جاي منين؟ ان هما رباطين، رباط الصليبي الامامي ورباط الصليبي الخلفي، وهما كروشيتس يعني المتصالبين او المتعامدين، متصالبين اكتر منها. هو الرباط الصليبي الامامي بيبقى ماسك في عظمه الساق، في اعلى عظمه الساق هنا من قدام، بيمسك في الجزء ده من عظمه الفخذ، وهو قدام تحت
عند عظمة أعلى الساق فبنقول عليه الأمامي. الخلفي هو بيجي من ورا من الجزء ده تقريبا وبيطلع يمسك في الكوندايل التاني في الجزء التاني من عظمة الفخذ. الاثنين في الآخر بيبقى شكلهم لو بنيجي نشوف الركبة تشريحيا فبيبقوا عاملين قص عاملين صليب عكس بعض الأمامي والخلفي. الأكثر شيوعا طبعا في الإصابة هو الرباط الصليبي الأمامي في كرة القدم، و70% من إصابات الرباط الصليبي بتبقى نون كونتاكت أو بدون التحام. أول جلسة، أول حقنة، وأول مرة تمشي، ذكريات منها الوحش والحلو وبتفضل محفورة في أذهانهم. حتى هي الرباط الصليبي بتقلب ممكن نقسمها لخمس مراحل. خمس مراحل دي أول مرحلة اللي احنا بنتكلم عليها على الرشح وعلى المدى الحركي الكامل اللي هو التاني والفرد بتاع المفصل، ودي بقى فيها طبعا مشكلة بعد العملية طبعا على حسب التكنيك بتاع العملية وعلى حسب الإجراءات اللي حصلت في العملية. تاني مرحلة بتبقى مرحلة القوة العضلية، ان انت تبدأ بعد العملية بتخسر حوالي 60% تقريبا من الحجم العضلي، فبعد العملية تبدأ تجيب الجين موسلز تاني او انت تجيب الحجم العضلي تاني اللي انت فقدته في الأثناء العملية. ممكن لو جبته او جبت اكتر منه طبعا بيبقى كويس، بس ان انت تقل عنه فدي مش هتديك ستابيليتي او اتزان شوية ان تقدر تتحرك فيها. المرحلة الثالثة مرحلة الجري، ان انت تبدأ تاخد الحاجات المسؤولة على العضلات المسؤولة عن مرحلة الجري، تجري كويس ما تزكش ما تقاش فيه اوجاع ما تقاش فيه التهابات ما تحصلش ورم بعد جري مثلا لوقت معين. المرحلة الرابعة اللي هي مرحلة الأدوات اللي احنا بنسميها مرحلة التأهيل لنزول الملعب. إصابة زي الرباط الصليبي ربنا سبحانه وتعالى خلى الرباط الصليبي فيه سنسورز فيه مستقبلات حسية. لما بتحصل الإصابة دي المستقبلات دي بتبقاش موجودة بعد العملية. فبتديله حاجة اسمها تغذية رجعية، يعني بتحفظ المخ إشارات كتيرة وحركات كتيرة ازاي يلف كده وازاي يلف كده وازاي يعمل جامب وازاي يعمل احتكاك وازاي يعمل الكلام ده كله. مرحلة أخيرة طبعا في البرنامج اللي بتاعت نزول الملعب. ان انت ازاي تنزل الملعب وازاي تقنن الحمل بتاعك ازاي وان انت ازاي تشتغل في الملعب وامتى ازود وامتى ما ازودش وهكذا. اصعب حاجه في التاهيل يمكن هي التاني والفرد، دي بتبقى اصعب حاجه طبعا خصوصا بعد العمليه بيبقى مطلوب مني ان انا اتني لرينج معين لازم اجيبه الاسبوع ده، لازم اجيب الرينج ده في التاني، ما جبتوش مش هينفع اخش الاسبوع، يعني هيفضلوا ورايا هيمسكوا رجلي جامد في التاهيل يقعدوا يتنوها جامد مش هيفرق لهم علشان هو ده الصح. فيمكن دي بتبقى اصعب حاجه بالنسبه لي في الفتره اللي انا قعدتها، هي الاصعب حاجه هي التاني والفرد. الابحاث والحاجات اللي بتتعمل والمدد اللي بتزيد بعد ما كنا بننزل لعيب بعد 6 شهور بقينا بننزله بعد 9 شهور بسبب ان احنا محتاجين نزود حاجات في التاهيل وفي حتى حاجات كوشنرز عشان نشوف اللعيب نفسيا جاهز ينزل ولا لا. ودلوقتي الكلام كله ان انت تحاول تبتدي بدري شويه انك تعمل حاجات في الملعب مش تمرينات ليها دعوه بالرياضه نفسها، بس تعمل جزء من التاهيل في الملعب لان ده نفسيا شويه بيسهل على اللاعب العوده في الوقت المطلوب. الجانب النفسي جزء من التاهيل، الجانب النفسي هو لو انت ما اهلتش اللاعب نفسيا ان هو توصله فكره ان انت هترجع احسن من الاول مش هيقدر يرجع احسن من الاول. تخيل واحد خارج من العمليه باجراءات العمليه بالمستشفى بعد كده ان هو مش قادر يحط رجله على الارض، كان هو عنده صعوبه مجرد ان هو يتني ويفرد رجله، كل ده عنده فيه مشاكل. فلو انت ما اهلتوش نفسيا ان كل ده مرحله وهتعدي هو مش هيقدر يكمل بعد كده. في بره مصر في دكتور نفسي، دكتور نفسي رياضي جزء منه يشتغل مع مصاب يجيبه يقول له تخيل انت ازاي هتبقى كويس، تخيل انت ازاي هترجع احسن من الاول. غبت عن شغلي 3 شهور بالظبط، واول ما 3 شهور خلصوا نزلت عادي، بس انا كنت مظبطه ان انا في التاهيل وفي الشغل ان انا هم 3 شهور بس وهرجع تاني الشغل. طيب هل ده اثر عليكي في الكارير بتاعك مثلا، اخرك بشكل ما الفتره اللي انت ما اشتغلتيش فيها؟ لا ما اثرش عليا خالص، بالعكس كان شغلي كانوا متفاهمين جدا موضوع ان انا مصابه والبوست كتيره قوي اللي نزلت عني ان انا مصابه وان انا اتصبت في ماتش، كانوا عايزيني اللي هو لا ارجع احسن، وحتى لو انا كنت محتاجه اجازه زياده كانوا ممكن يدوها لي. وجايز كمان نخرج منها بمواقف تضحك. كان اللي حصل في الغرز انه انا مثلا من 4-5 ايام كان عندي غرزه اللي تحت الجلد على طول ابتدت تبان كده، شديت حته منها، انا مش بحب اشوف الحاجات دي وبسيبها، يعني حتى التعويرات بفكها كله، فشفت الغرزه رحت شداها بعد كده ما طلعتش، قعدت اشد تاني ما طلعتش، قعدت اشد تاني لحد بقى ما طلعت في الاخر حته قد كده، مع كده اترعبت بقى يعني بعد ما شلتها خلاص اترعبت بقى، رحت كلمت الدكتور قلت له دلوقتي حصل حاجه ان انا الغرزه في كذا 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 وانا شديتها، هو يا ترى يا دكتور دي الرباط الصليبي اللي انا شديته؟ يا دكتور قول حقيقه ما تكذبش هو ده رباط صليبي؟ عايز يقول لي رباط صليبي كفايه جهل بقى، وده اكيد مش حاجه اسمها كده. ودي بقى حاجه كده اللي هي حصلت من العمليه، غير بقى طبعا البنج اللي هو انا قعدت اقول لهم تحت، اول لما طلعت قعدت اقول لهم
انا شفت الدكتور معلق رباط صليبي على الباب، شفته ولما الدكتور يجي بلغوني عشان انزل اخد رباط صليبي بتاعي من تحت وهاخد كل اربطة الصليبي بتاعت الناس اللي قاعدة، مش هسيب ولا اي حد. وخلاص بقى الموضوع وصل ان انا عندي عقدة، مش هيشوف اي حد ركبتي سليمة قدامي. اكتر مواقف معيطت لما جت من الدكتور، واحدة ماسكة نفسها 6-7 شهور كويسة جدا والدنيا كويسة جدا وحملت اوجاع كتيرة، جت عيط بعد ما الدكتور احمد رزق بيقول لها انت كويسة، عيط لمدة ساعة مثلا، اللي هو انت مش فاهم يعني المفروض اعمل لك ايه؟ طيب انت بتعيطي وانت كويسة. وزي ما فترة الاصابة بتكون صعبة بصراحة، لكن تقدر ترجع منها مستفيد مش بس مضرور. حسيت ان انا قعدت كتير قوي في الفتره دي، وقعدت يعني ضيعت 8 شهور مش بلعب فيهم، قعدت افكر هو انا ايه اللي حصل لي ده، هو انا كان عندي رباط صليبي، كل بقى حاجه في دماغي، فخلتني ان انا متضايقه ان انا قعدت 8 شهور بس انا عمري في حياتي ما كنت مثلا هروح الجيم كل يوم، ما كنتش هتمرن كل يوم. سوريا ذكيه، سوريا انت بتحب تتفرج عليها جدا، هي بتباصي وبتشوت وبتخش، بساطة بتبقى حلوة، بتبقى مش متوقعها، فهي مهارية بطريقة مش طبيعية، هي ما شاء الله لعبها حلوة قوي، فأنا كنت بحب أتفرج عليها، وبعد كده بقيت بحب ألعب معها جدا، فهي كويسة في كل حاجة، يعني ما عندهاش ميزة واحدة، هي ما شاء الله عندها كذا ميزة في اللعب. ما كنتش متوقعة ان انا يجيلي اصابة زي اصابة رباط صليبي. بالنسبة لي ان انا ما كنت بسمع ان حد بيجيله اصابة رباط صليبي بحس ان دي اخر الدنيا، يعني اول ما عملت العملية ورحت التأهيل قلت ده خلاص، ده بداية ان انا اكون كويسة، واول ما نزلت يعني اول كل حاجة من كل حاجة انا عملتها كانت بتبقى حاجة كبيرة بالنسبة لي، وببقى عايزة ان انا اخلص دي عشان اخش على اللي بعدها، واخلص دي عشان اخش اللي بعدها، لحد ما نزلت الملعب وحسيت ان انا نسيت كل فترة التأهيل، وقلت خلاص لا انا هبتدي من جديد. فهي لا غيرتني طبعا ان انا للاحسن، وغيرتني ان انا يبقى عندي تارجت دايما، واني احافظ على نفسي اكتر، تماريني اكتر، جيم اكتر، فلا غيرتني يعني. لو رجعت اول حوار لكل لاعب بعد الرجوع مباشرة، لا تعرف تلاحظ ده على وشهم حتى لو كتمت الصوت. التجربة عموما غيرتك ازاي، ولا ما غيرتكيش، ولا فرقت معاك في اي حاجة؟ ولا الهوى. بصراحة انا ملتزمة في التأهيل، يعني مش على قد ما اقدر كل حاجة بتتقلي بعملها، مش والله ملتزمة. انت ليه بتضحك؟ قعدوا بره طيب ولا ايه؟ والله ملتزمة، والله ملتزمة، هو لما يجي يقعد مكاني يقول انا ملتزمة، والله مش انا ملتزمة. مش سايل هي كالتزام؟ لا هي ما بقول لك كابتن منتخب مصر فملتزمة بصراحة.